ابي كل واحد قال لا تروح البصره دير بالك، قسما بالله اني قاعد اشوف كرم من اول ما طبينا من ضحكه من كلام. يا جماعه شفت المساعي يصب لي قهوه يقول لي ما يصير انتم خطار، خطار يعني ضيوف، الا تروح تغدى عندنا ولا تتعشى الله يخليك. يا جماعه تعرفون الكرم شنو اصعب شيء؟ الكرم اقوى كرم اللي يكون من قل، يقول لك اللي يعطي من قل، فما بالك اقوى انواع الكرم اللي هو يقول لك اعزمك ودخلك بيتي. هذا هني بالبصرة بس، أنا هذا والله درت دول العالم نفس الكرم ونعم كله جاويد، ولكن يا جماعة اللي يشوفك بالشارع يدري إنك مو عراقي، تعال يقولك تعال أرجوك تكفى ضيفك وكذي كذي كذي، ولك شو كنت أقول ولك ها كذي يوقف ينزل من سيارته يركب، يا جماعة خلنا نعزمكم ضيوفنا أنتم، أنت بالشارع تمشي تنعزم. الله يحفظكم، الله يزيدكم يرزقكم، ترجع العراق أفضل وأحسن وأجمل بعد بهلها وكل شيء فيها مو طبيعيين.